صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة عليكم أعزائي المستمعين. أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا في برنامج صحة وسعادة، وأنقل لكم تحيات فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي ومن إذاعة نور دبي، وتكون معنا في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج مخرجنا سعيد المر، ومحدثتكم لليوم آمنة آل علي. أعزائي المستمعين، أيام قليلة تفصلنا عن الترحيب بالعالم في إكسبو 2020. دبي على استعداد لتصنع نجاحاً جديداً لدولة الإمارات. 8 أعوام من العمل والتفاني، ولم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة عن الترحيب بالعالم في دبي. هذا الحدث الأكبر الذي سيضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات بإذن الله. أعزائي المستمعين، نبدأ معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة، وفي هذه الحلقة بنتحدث عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم عندنا فقرة وايد مهمة للي يتسائلون عن الزيارات المنزلية لكبار المواطنين، بيتستضيف معانا طبيب بيحدثنا عن الزيارات المنزلية. وفي فقرة التغذية لليوم بنتحدث أيضا عن موضوع مهم جدا، عن أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن، فتابعونا. اليوم بنبدأ حلقتنا مع خبرنا اللي يقول: تحذير طبي من عادة لازمنا يوميا يصل خطرها إلى السكتة الدماغية. كشفت دراسة حديثة عن مجموعة من الآثار السلبية اللي قد يصل خطرها إلى السكتة الدماغية الناجمة عن الجلوس لوقت طويل، منبهة إلى أن ذلك قد يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسكتة بنحو 7 مرات أكثر مقارنة بذويهم ممن يمارسون نشاطا بدنيا. ووفقا للدراسة اللي أجراها الباحثون في جمعية القلب الأمريكية، فإن الأشخاص البالغين دون 60 عاما اللي يقضون وقت طويل جالسين يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية وكذلك أمراض القلب. وفيما رصدت أبحاث سابقة علاقة وثيقة بين الوقت اللي يقضيه البالغون في الجلوس وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وراجع الباحثون أيضا في تلك الدراسة معلومات الصحة ونمط الحياة لدى 143 ألف بالغ من كندا ممن شاركوا في مسوحات صحية خلال أكثر من 9 أعوام. وقال الباحثون إن عوامل الخطر المرتبطة بزيادة احتمال الإصابة بالسكتات الدماغية هي عوامل قابلة للتعديل مثل الجلوس لفترات طويلة. فأعزائي المستمعين، مثل ما نعرف الجلوس لفترات طويلة ممكن يؤثر ويؤدي إلى أمراض مثل ما ذكرنا قد يصل خطرها للسكتة الدماغية. فإحنا دائما في برنامج صحة وسعادة نتمنى منكم أن تتبنون أنماط حياة صحية أكثر، وأن تحاولون دائما أنكم تتحركون وأنكم دائما تسمعون المعلومات اللي قدمونها لنا الأطباء، فهذا دائما بيحسن من حياتكم وجودة هذه الحياة. والحين بعد خبرنا لليوم بننتقل للفقرة اللي عودناكم عليها كل يوم، فقرة السوشيال ميديا مع زميلتي أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسماء. أسماء، خبرينا شو آخر الأخبار اللي عندك إياها؟ من الأشياء اللي نحن نبغى نأكد عليها واللي دائما نقولها في قنوات التواصل الاجتماعي هي أي حملة تطعيم COVID-19. نعم. الأشخاص بعض الأسئلة لو وصلتنا، إذا كانوا مثلا أشخاص مخضين من الأسئلة اللي وصلتنا أو أكثر أسئلة وصلتنا، هل تطعيم متوفر للزائرين أو السياح؟
تطعيم كوفيد 19 هو فقط للفئات التالية: المواطنين في هيئة صاحب دبي، المواطنين حاملي إقامة دبي، حاملين إقامة إمارة أخرى لكن ساكنين في دبي، الإخوة الخليجيين اللي عندهم بطاقة هوية إماراتية، وهذول من عمر 12 سنة فما فوق. هذول هم الفئات اللي يقدرون ياخذون مواعيد ويحجزون موعد في المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي أو أغلب مراكز التطعيم الموجودة في إمارة دبي. فهذا بالنسبة لي السؤال الثاني. من السؤال الثاني أيضا، إذا أنا كنت ماخذ جرعتين من لقاح ساينوفارم، هل أقدر أخذ اللقاح الثالث أن يكون فايزر بيونتك؟ أيضا من هذا السؤال نحن نقول يمكن الحصول على لقاح فايزر بيونتك جرعتان بفارق 21 يوم بعد 3 أشهر من آخر جرعة للقاح سينوفارم في مراكز التطعيم في التابع لهيئة الصحة بدبي. ممكن أيضا الفئات نفسها أن يحجزوا الموعد. كيف واحد يأخذ موعد؟ في طريقتين: إما من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، وبيكون لازم يعني، أو من خلال خدمة الواتساب اللي هي 8342. كل اللي يحتاجونه أنهم يحفظون 8342 في قائمة الاتصال ويكتبون كلمة هاي في الشات، وراح تطلع لهم كل الخيارات. في كل الحالتين يحتاج المتعامل أن يكون عنده رقم MRN أو رقم سجل طبي، وممكن هذا يأخذه أو يسجله أو يحصل عليه من خلال الموقع الإلكتروني التابع لهيئة الصحة بدبي أو أي استفسارات ثانية. يقدرون يتواصلون دائما معنا في قنوات التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال. نعم أسمى، فهذه آخر الأخبار عندك إياها اليوم لنا؟ هاي تقريبا أكثر أشياء اللي كان يسألون عنها في قنوات التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة لي تطعيم الإنفلونزا فأيضا هو متوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويمكن يأخذ موعد من خلال مركز الاتصال 8342. تقريبا هالأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك أسمى، أتمنى لك أيضا الصحة والسعادة. أعزائي المستمعين، عقب ما ذكرتنا أسمى بآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، حابة أذكركم إذا حابين تعرفون أكثر عن المعلومات اللي قدمتها أسماء لنا، تقدرون تتجهون على حساب هيئة الصحة في دبي اللي هو DHA_Dubai، بتحصلون على كل المعلومات اللي ذكرتها أسماء وكل أماكن التطعيم، أماكن تطعيم إنفلونزا أو تطعيم فايزر، بتحصلون على كل هذه المعلومات بشكل مفصل وبشكل بسيط في وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد هذه الفقرة أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل بسيط وبنرجع لكم، تابعونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. اليوم موضوعنا في فقرتنا الأولى، فقرة التغذية، عن أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن. وطبعا تراكم الدهون في منطقة البطن من المشاكل اللي يعاني منها الكثير، وخاصة في ظل أن نحن متوفرت لنا كل وسائل الراحة اللي تخلي الشخص ما يمارس الرياضة ويكون نشاطه البدني قليل. وأثبتت الدراسات الطبية العلمية خطورة هذه الدهون على صحة الشخص، وتزداد فرص الإصابة بالأمراض المختلفة مع زيادة محيط الخصر وتراكم الدهون في منطقة البطن. وللحديث عن هذا الموضوع أكثر، يسرنا أن نرحب بالأستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة نجلة. صباح النور والسرور عاملاكم جميع المستمعين. أهلا فيك. اليوم طبعا مختارة أستاذة نجلة موضوع يعني مهم جدا، نقدر نقول أن الكثير يعاني من موضوع الدهون في منطقة البطن. عادي في البداية تذكرينا عن أسباب بداية، يعني في البداية نتحدث عن أسباب تجعل الدهون تتراكم في منطقة البطن. نعم، الموضوع وايد مهم والكثير يسأل عنه، وخاصة طرق التخلص منه يعني تكون شوية صعبة لكثير من الناس. الأسباب كالتالي: إنها يعني إن الناس تكثر من تناول الكربوهيدرات المكررة، يعني مثل الأطعمة المصنوعة من الطحين، الأبيض، المعجنات، المعكرونة، الفطاير،
رقائق البطاطس، هذه كلها أسباب تراكم الدهون، وحتى الدهون المتحولة والمشبعة اللي تكون من المقالي أكثر شيء، لأن عاملة مثلا الدهون الصحية اللي نحن نقصدها مثل اللي موجودة في الأفوكادو والمكسرات السمك، الجسم يتخلص منها بشكل أسرع، بينما الدهون الثانية تتراكم بطريقة أسرع في منطقة البطن وتتم فترة يعني، هاي تصعب التخلص منها. قلة الألياف الغذائية، وبيقولوا لي شو الألياف الغذائية موجودة في الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة مثل اللي عنده مثل الشوفان، الخبز الأسمر، نحن للشخص الأشخاص اللي ما يتناولون الخضروات والفواكه على طول منطقة البطن هذه يعني بسرعة يتراكم فيها الدهون، أسهل منطقة في الجسم إنه يتراكم فيها الدهون. عندنا الخمول، قلة الحركة، هاي من ضمن الأسباب، وفي وايد ناس تعاني من مشكلة تراكم الدهون وزيادة في محيط الفصل لأنهم ما يشربون الماء بكميات كافية، ودائما يعني يتعرضون للتوتر والضغوطات النفسية، وبعد أضيف لها أنهم ما ينامون يعني ما يأخذون قسط كافي من النوم، يعني ساعات النوم عندهم قليلة ودائما في توتر وضغوطات نفسية. نعم أستاذة نجلة، وبتقول هل الوراثة دور في تراكم هاي الدهون في منطقة البطن؟ في بعض الدراسات اكتشفت أن الجينات والعوامل الوراثية تلعب دور مهم جدا في تراكم الدهون، يعني مثلا في العائلة الوحدة لو في مثلا شخصين أو ثلاثة يكون عندهم دهون هذا متراكم في منطقة البطن، ممكن هذا ينقلونه لأبنائهم، يعني في بعض العوامل، يعني هذه إحدى العوامل الوراثية اللي ممكن تكون لها دور في تراكم الدهون حول منطقة البطن. نعم، يعني للوراثة دور في موضوع تراكم الدهون في منطقة البطن، فممكن الشخص يتوارثها من أهله، صحيح؟ ما هي من أهله من الآباء، وهذه ممكن تكون يعني وراثية للأبناء اللي بيون إذا ما حافظوا على النظام، حاولوا أن يتخلصون من هذه التراكمات الغير مرغوبة خاصة حول منطقة البطن. نعم، فنقدر نقول أستاذة نجلة إلى أن خطورة هذه الدهون على صحة الشخص والأمراض المرتبطة فيها، هل ممكن أن تجمع الدهون في منطقة البطن تؤدي إلى أمراض معينة؟ يوه كثير الخطورة، لأن حين حاليا الدراسات اللي تقوم بها آمنة حتى بعلم التغذية وحتى يعني كثير من الناس الدراسات اللي تصير دائما نجي تولج منطقة الخصر والتراكم هذه، لأنها تعتبر دهون شحمية من داخل منطقة البطن، فهذه لقوا لها ارتباط كثير بأمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، وكذلك بعد يعني في الفترة الأخيرة وجدوا أنها بعد لها علاقة في لفرصة الحصول أو فرصة الإصابة بأمراض الكلى وتعالي في الوباء الحين، حتى يقولون الأشخاص اللي عندهم بعد محيط الخصر عالي وتراكم في الدهون بعد لهم يعني فرصة أنهم عرضة الإصابة بفيروس كورونا بعد أكثر عن الأشخاص الثانيين، فلقوا أنها كثير لها خطورة، وخاصة لبعض الأمراض المزمنة، السكري، الضغط، هشاشة العظام، الربو كذلك، وأمراض الكلى، ويسبب بعد يعني اللي هو نقول الدهون اللي تتراكم حول منطقة الكبد اللي هو الدهون اللي نقول الكبد الدهني، وهذه كلها بسبب تراكم الدهون في منطقة البطن. نعم، فأستاذة نجلة، إذا قلنا كل هاي المضرة من وجود الدهون وتراكمها في منطقة البطن، فهل في طرق معينة يمكن من خلالها التخلص من دهون البطن؟ نعم، أنا أرجع أقول دائما يعني التراكمات هذه صارت لفترات طويلة، يعني مثلا تراكمات تصير شخص ما يعني ما يداركها، تكون تغييرات بسيطة مثلا بالجرامات، فترة بعد سنة سنتين الشخص يلاحظ أنه فجأة مثلا صار عنده خلينا نقول الكرش تراكم الدهون هذا فجأة، وقلة الحركة، يعني نقول الضغوطات النفسية، قلة شرب الماء، وأن الناس هذه ما تتبع نظام صحي، يعني دائما لازم يتبعون طرق وقائية وطرق معينة، خلينا نقول طرق الوقاية عشان يجنبهم من تراكم الدهون، لكن طرق التخلص من تراكم دهون البطن تحتاج إلى وقت. فشخص مثلا ممكن يسوي نظام يتبع نظام غذائي ويقول لا ما نزل بعده ما نزل، لا بينزل الدهون هذه بتروح، يعني باتباع نظام غذائي متوازن كأسلوب حياة، شرب الماء بكميات كافية، وإن الشخص هذا دائما أنصح أنه يقلل من تناول المعجنات، الحلويات والنشويات، نقول مثل العيش، الخبز، هالأشياء بكميات كثيرة، لأن في ناس مثلا
تأكل الكميات هذه وهي مو مستوعبة كمية الحصة الوحدة في النشويات. فمثلا بدال شريحة خبز أو ثنتين ممكن ثلاثة وأربع، ويأكلون بكميات المعجنات الفطائر وهالأشياء، هذه كلها تكون يعني يفضل أنهم يقللون من تناولها. وكذلك أنا يستبدلون المشروبات الغازية بمشروبات صحية، يعني ممكن الشاي الأخضر، مشروبات الزنجبيل، الكركم، وهذا الشيء نحن ننصح يعني استبدال هذه المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بمشروبات أخرى صحية مثل العصائر الطبيعية بتقليل كميات السكريات فيها كذلك، يعني من غير إضافات السكر مثل ما ذكرنا في فقرات سابقة، لنتجنب إضافات السكر لأنها بعد تكون من أسباب تراكم الدهون حول منطقة البطن. وننصحهم كذلك أنهم يتناولون الخضروات والفواكه. نعم، إذا قلنا تأثير المشروبات الغازية، إذا شخص مثلا في كل يوم يشرب مرة واحدة، هل ممكن أنه يسبب أيضا تراكم في الدهون، ولا لازم تكون مثلا للأشخاص اللي يشربون يعني بطريقة أكثر وأكبر، أو هو في كل الحالات له تأثير؟ في كل الحالات له تأثير، لأن شوفي آمن الناس مثلا تقول الدهون هاي تأتي من الدهون فقط، يتحرون أنه بس أكلهم من الدهون، لا ما تي من الدهون، هي تي حتى من المشروبات الغازية العالية بالسكريات، الحلويات، الأشياء هذه كلها تسبب تراكمات الدهون. يعني مو مثل المصطلح اللي نحن فاهمين إنه بس الدهون هو اللي بيسبب دهون. ففي بعض الأكلات الثانية اللي الكثار منها، يعني مثل يوم بكثر من تناول الفطائر والمعجنات، الأكلات اللي يعني كميات كبيرة تفيض عن احتياجي، فهذا راح يسبب لي كذلك تراكم الدهون. حتى المشروبات الغازية بكل أنواعها، حتى لو كان مرة في اليوم، بس ما ننسى أنه كذلك عالي بالسكريات، فالسكريات هذه كذلك تسبب مشكلات صحية ومن غير أنها تراكم الدهون حول منطقة البطن. نعم، يعني مش شرط، المعلومة الأساسية اللي بنقولها للمستمعين اليوم أنه مش شرط الأكل اللي يحتوي على دهون هو اللي ممكن يسبب تراكم للدهون في منطقة البطن. مثل ما ذكرتي هناك الحلويات، المشروبات الغازية فعلا، والعادات، إيش العادات اللي تتبعونها؟ يعني إذا شخص ما ينام ساعات نوم كافية ودائما يتعرض لضغوطات نفسية ويأكل دائما هو متوتر، وهذه الأشياء كلها تسبب تراكم دهون حول منطقة البطن. يعني نقول للمستمعين كونوا مرتاحين وانتوا تاكلون بدون توتر. وكذلك تباع للنشاط البدني استاذة نجلة، صحيح؟ لازم ينتظمون في ممارسة الرياضة وينوعون في الرياضات اللي يمارسونها مثل المشي، الجري، تمرينات خاصة بالبطن عشان يساعد في انهم يتخلصون من الدهون اللي متراكمة حول هالمنطقة. وكذلك ممكن تمرينات السباحة، التمرينات بشكل عام انهم يمارسون يغيرون يعني عاداتهم بدل الجلوس لفترات طويلة، لا الحركة، ومو بشرط اني انا مثلا اطلع واتحرك النص ساعة هاي لازم اخلصها الحين، يعني عادي ممكن اخلصها خلال يومي، اني انا احاول اني مثلا اقسم الفترات لو انا ما يعني ما حصلت الوقت الكافي. ففي ناس يقولون ما نقدر نطلع الحين يعني ما عندنا وقت، لا حتى داخل البيت ممكن نصعد الدري وننزل من الدري، ممكن ندور حوالين البيت. يعني احيانا مع ضغوطات الحياه تحسين حتى هاي النص ساعه ما تقدرين تسوينها، بس اذا حبيتي الشيء وحاولتي وسعيتي ممكن ان توصلي له. يعني انا انسانه صدق كنت احس دائما انه ما عندي هالنص ساعه مو موجوده في يومي، مو موجوده، ما اقدر يعني افضي عمري نص ساعه. فقلت شو اسوي، خلاص احط لي تايمر، ومثلا اليوم اللي ما اقدر ابدا ابدا اصعد الدرج وانزل 10 دقائق، ادور شوي في نفس المكان، المهم اني انا امارس اي نشاط رياضي، حتى لو افتح فيديو واشوفه واتحرك، المهم انه ايوه اي حركه بسيطه. صحيح، يعني مو بشرط احنا بس معقدين الموضوع عشان ما نتحرك. الصراحه يعني انا كنت معقده الموضوع، اقول لا لازم اطلع بالبيت عشان اسوي رياضه، بس لا خلاص مو بلازم، مو بشرط، لا بالضبط. وفي ناس تستعين بال يعني بالتكنولوجيا والتطبيقات الذكيه، يعني حتى الاجهزه البسيطة الموجودة، يعني ممكن الأجهزة هاي الموجودة في البيت هي اللي تساعد أن الشخص يمارس الرياضة بدون ما يتجه أنه يطلع برا البيت. بس طبعا أفضل الهواء الجميل، والحين الهواء قاعد يتعدل والجو يحلى، أيوة ونشوف كل صح. الناس الحين تمشي،
في الممشى في أماكن بس ساعدنا على المشي، بالضبط الإكسبو وأماكن طلقة. صح بالضبط. حين بعد أيضا إكسبو يشجع على ممارسة الرياضة، فشو أحلى من تسوي رياضة في المناظر الخلابة في دبي الصراحة. فعلا فعلا، وما شاء الله يعني الأماكن كلها متوفرة، حتى يعني بتشوفين آمنة حتى في الفرجان، ممشى بسيط، حديقة بسيطة، يعني حتى لو الواحد حب أنه يطلع بالهواء الطلق، في أنه حتى لو يمشي لو 20 دقيقة بربع ساعة، فحسن حتى المزاج عنده، خف التوتر والضغط النفسي، وفي نفس الوقت استفاد في أنه يتخلص من الدهون اللي موجودة في الجسم، لأن إحنا عندنا منطقة البطن هذه أسرع منطقة تتراكم فيها الدهون، أسرع بالضبط. منطقة من المناطق الثانية. فحين صح المستمعين مع يعني بداية اللي هو الجميل اللي ياسين الحين أنه يبدون أنهم يمارسون نشاط بدني ولو بسيط لمدة نص ساعة في اليوم. وطبعا هذا كان موضوعنا اليوم للأستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي. أشكر لك تواصلت معنا اليوم وموضوعك اللي طرحتي، شكرا لك. كل الشكر لكم إن شاء الله، ونتمنى الاستفادة للجميع، وإن شاء الله دائما المستمعين بصحة وسعادة. شكرا لك ويوم سعيد. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل صغير وبنرجع مع موضوع السيارات المنزلية لكبار المواطنين، انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي، مستكملين معاكم فقرات برنامجنا. واليوم عندنا فقرة الزيارات المنزلية لكبار المواطنين، وضمن جهود المستمرة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي وخدمات الرعاية الصحية المتميزة لأفراد المجتمع بشكل عام، أولت هيئة الصحة بدبي اهتمام خاص لفئة كبار المواطنين من خلال خدمة الزيارات المنزلية اللي استفاد منها عدد كبير من كبار المواطنين في الإمارة. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور تامر محمد، استشاري في الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور تامر. صباح النور لحضرتك. أهلا فيك. تمام الحمد لله. شو أخبارك دكتور؟ الحمد لله. دكتور، احنا اليوم حابين نتكلم عن برنامج الزيارات المنزلية لكبار المواطنين، حابين تعرفنا فكرة عامة عن هذا البرنامج والفئة المستفيدة منه. هو برنامج الزيارات المنزلية لكبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي هو جزء من برنامج الرعاية المنزلية قطاع الرعاية الأولية. حضرتك، هو اهتمامه الأول التعامل مع المراجعين المستقرين صحيا بهدف ضمان استقرار الحالة الصحية. يعني احنا بنحاول قدر الإمكان نحاول نثبت الحالة الصحية للمراجعين. في مراجعين عندنا ما بيقدروش يحضروا المراكز الصحية العيادات يعني بسبب أمراض مزمنة. فبرنامج الزيارات المنزلية في هيئة الصحة هو يهدف إلى تقديم الخدمة المنزلية لهذه الفئة. في إما الزيارات لإما كل الفئات أو في كبار المواطنين. كبار المواطنين طبعا اللي هو بتقوم به قسم طب المسنين، احنا بنقدم زيارات منتظمة أو استشارات حتى لحوالي 600 كبير سن حاليا، ليس في مدينة دبي فقط ولكن في المدن إمارة دبي كلها. هذا يشمل المدام، الهباب، مدينة حتى، زيارات دولية واستشارات. يعني أحيانا طبيب الأسرة بيحول على طبيب المسنين أو قسم طب المسنين علشان مشكلة مزمنة زي ألزهايمر، مشاكل سلوكية، طيب خمول، رفرف بالأكل، تدهور في الحالة العامة في البيت. دكتور، يعني أنتوا توصلون حتى للمناطق البعيدة مثل ما ذكرت، حتى والهباب والمدام، فيعني هذه الخدمة بتوفر للجميع. فإذا كان في أشخاص حابين يستفيدون من هاي الخدمة وعندهم كبار المواطنين في البيت، كيف ممكن؟ هو حضرتك طبعا هو أسهل طريقة أنه هو بيكلم مكتب الزيارات المنزلية في مركز صحة التابع له، بيجي يزوره طبيب أسرة الأول. طبيب الأسرة لو شاف أن في مشكلة محتاج استشارة طب المسنين بيحول علينا واحنا نيجي نزوره بعدها.
وفيها بعدها بنقرر بقى إذا كان هو محتاج متابعة دورية أو مجرد هي مشكلة مؤقتة وبيكمل متابعة في مكتب الزيارات المنزلية في المركز الصحي التابع له. نعم، ذكرت دكتور أنكم تزورون هاي يعني هل كبار المواطنين أو تزورون الأفراد اللي بحاجة للزيارات المنزلية من خلال يعني زيارات منتظمة للي يحتاجون للزيارات هذه، فالخدمات اللي تقدم خلال هذه الزيارات المنزلية ممكن تذكر لنا شو هي الخدمات اللي تقدمونها للكبار المواطنين؟ طبعاً وحضرتك في إحنا الفريق أول نعرف الفريق اللي بنتعامل بيروح بيعمل زيارات منزلية، إحنا حضرتك في فريق الطبيب اللي طبيب المسنين اللي هو تخصص بالمسنين والممرضة، بس مش ده الفريق بس، إحنا بنعمل بشكل قريب مع طبيب الأسرة في المركز الصحة مع أخصائي الاجتماعي، وده ليه دور كبير علشان توفير بعض الحاجات اللي هو المرضى أحيانا أو أهليهم ما يقدروش يجيبوها زي ما هقول لحضرتك إحنا نطلبها، أخصائي التغذية، وكمان بنتعامل مع المخازن المركزية اللي هي عشان بنصرف منها مستلزمات. ليه؟ لأن إحنا حضرتك بندي خدمات كتيرة، من ضمن الخدمات دي مثلا حضرتك عندك تقييم طبي للمرضى المزمنين بالذات مرضى الألزهايمر اللي ما بيبانش عليهم أعراض، يعني في تدهور مش مفهوم ليه. في ناس كبار السن عندهم أمراض متشابكة وعندهم تدهور خفيف مستمر وما بيقفش، يعني ايه السبب فيها؟ غير كده ان احنا حضرتك بندي التطعيمات الدوريه زي الانفلونزا والالتهابات التفاعل البكتيريه، وفي الفتره اللي فاتت بعد الجائحه اللي هي الكورونا ما كانش اقتصار على مرضى العملاء او المتعاملين المراجعين لبرنامج زيارات المنزليه اللي هم حوالي 600 او اكثر شويه، لا احنا كنا نطعم تقريبا كل الناس فوق 60 سنة في مدينة دبي كلها، مش لوحدنا طبعا، مع ال 12 مركز صحي الموجودين، فاحنا كنا جزء من فريق اللي بيطعم كل الناس. كان أي معروف إن أي حد عنده حد كبير في السن بيكلم هيئة الصحة بنبعث له حد يطعمه إذا كان ينفع الطعم. غير كده في حضرتك في إحنا بنكتب أو بنوصف الأجهزة الطبية المنزلية المطلوبة للرعاية الصحية زي السرير زي الكرسي المتحرك، الحاجات دي احنا بنوصفها مثلا حسب احتياجات لان فيها انواع منها حسب احتياجه كل شخص لو محتاجها، وحتى لو ما قدرش يجيبها حضرتك لاسباب ما فاحنا حضرتك زي ما قلت حضرتك ان احنا عندنا في الفريق بتاعنا بنتعامل بشكل مستمر مع اخصائي الاجتماعي لو قدر يسهل الحصول عليها للاسره. في تقارير طبيه، تقارير طبية عن الحالة الصحية دي مش مجرد تقارير طبية عادية، احنا في ناس بتسافر اللي بيسافر تحضرك دائما تقارير طبية لشركات الطيران اذا كان محتاج تجهيزات معينة ولا. نعم، يعني مكتب الزيارات المنزلية نقدر نقول دكتور متوفر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية؟ كل مركز صحة حضرتك بيغطي المنطقة الجغرافية اللي هو فيها كل الأعمار، ولكن حضرتك كبار السن في هذا المكان ممكن مكتب الصحة مكتب الزيارات المنزلية يبعت لنا يقول لنا انا عندي واحد عنده 60 سنه في مشكله فلانيه مش عارفين سببها ايه، يا ريت طبيب المسنين يجي يشوفوها. بنعمل حتى ساعات حضرتك في تاهيل يعني علاج طبيعي ولكن مش بصفه مستمره، يعني في ناس مثلا واحد خارج من المستشفى وعمل وكان بيمشي قبل المستشفى واتكسر لا قدر الله، يعني ربنا يحفظ الجميع، وعمل عمليه فيفضل في البيت فتره، الفتره دي بيحتاج فيها بسرعه تاهيل طبيعي علشان نقدر نحافظ على النسبة من الوظيفة علشان يقدر بعد كده بعد ما الجرح يلم أو العظم يمسك يقدر يروح مركز طب طبيعي يكمل في علاج طبيعي، فهي مرحلة انتقالية بنحاول نمنع العجز زي الناس عندها جلطات، الناس خارجة من المستشفى، الناس دي حضرتك بيحنا نعمل لهم تأهيل، عندنا أخصائي عندنا فني علاج طبيعي وفنية علاج طبيعي للرجالة والستات. العلاج الطبيعي أيضا دكتور يمكنهم الظهور إلى الزيارات المنزلية؟ زي ما قلت حضرتك إحنا العلاج الطبيعي ليس علاج طبيعي مستمر، يعني مش حد عنده غلطة قديمة، يعني لو حد حصلت له فترة بسيطة مثل ما ذكرت نعم يعني نقدر انتكاسة وكان قبلها كويس أو نزع قبل كده علشان ما يستمرش هذا الوضع بنقول له يروح مركز طب الطبيعي علشان في اجهزه هناك، لان العلاج الطبيعي ده مش ثاني وماده فقط، فيه تجهيزات مخصوصه ومطلوبه والا ما كانش ليها، لو ما لهاش لازم ما كناش عملناها. لكن حضرتك الانتكاسه دي صعب ان هو يروح على طول، يعني واحد عنده كسر هيمشي ازاي؟ ده هو ممنوع انه يمشي على رجله. الفتره دي الانتقاليه دي ممكن نوفر له علشان نحافظ على هذه الوظيفه. خاصة دكتور نقدر نقول وضع كبار المواطنين وضع حساس جدا، فإذا الكبير في السن ما تحرك لفترة بسيطة ممكن أن هذا يتم معاه خلاص ما يقدر يتحرك بعدين. آه
طبعا، وانا قلت لحضرتك ان السكوب او مجال اهتمام، مجال عمل الرعايه الاوليه هو المراجعين المستقرين صحيا للحفاظ على الصحه. يعني هو الفرق بين المستشفيات والرعايه الاوليه ان المستشفى بتتعامل مع مرضى علشان يرجعوا اصحاء، الرعايه الاوليه بتتعامل مع اصحاء ليظلوا اصحاء. طبعا في امراض بسيطه يعني واحد سكره عالي سكره منخفض، دي بنحافظ على الصحه، فده الاختلاف في المنظور. نعم يعني دكتور خدماتكم يعني مش خدمات بسيطة، ليست مجرد زيارات أن تأكد على وطمأنة المواطنين على صحتهم، ولكن تقدمون استشارات، تقدمون علاج طبيعي لحالات معينة، تقدمون أيضا الأجهزة الطبية إذا كانوا بحاجة لها. فكل هاي الخدمات اللي وفرها مركز سعادة أو مراكز عفوا مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي تقدم كل هذه الخدمات، فهل هناك جهود للتوعية يقوم بها المركز يعني توعية كبار السن وللترويج عن هذه الخدمات اللي يقدمها؟ طبعا حضرتك، هو احنا عندنا حضرتك برامج تدريب بنعملها كل مرة، بس في فترة كورونا اتعملت اونلاين. برنامج تدريب لمقدمي الرعاية، يعني اي حد عنده قريب وعنده والده ووالدته في البيت بيجيب له مقدم رعاية. في هلو نعم نعم لا دكتور أقول لك حلو الموضوع هذا، يعني خاصة اللي لديهم يعني كبار في السن في البيت، إذا أنتوا عندكم خدمات أن مثل ما ذكرت يعني تدربونهم على الاهتمام، فهاي خدمات يعني تعتبر كبيرة مش خدمات بسيطة. المهارات التمريضية المطلوبة لرعاية كل حالة، غير الحملات التوعية اللي بنعملها في الأماكن اللي زي المولات، في المناسبات العامة بندي محاضرات في المناسبات اللي هي تخص كبار السن أونلاين. طبعا دلوقتي كانت الأول ممكن تبقى في تجمعات، لكن دلوقتي بقت أونلاين. وحتى حضرتك حتى الناس عارفة إن هو في خدمات هيئة الصحة بتوفر عن طريق زي دوائي، إحنا ممكن نوصل يعني بعد ما نكتب الأدوية أو بنكتب الحاجات ممكن توصل البيت، بنكتبها عن طريق دوائي اللي هي برنامج توصيل الأدوية إلى المنزل. والاحتياجات كمان اللي هي مستهلكات الرعاية الدورية، يعني مثلا في ناس في البيت يعني محتاجة مستهلكات لقرح فراش لحاجات كده زي الغيرات، دي ممكن نوفرها من خلال المخازن المركزية لهيئة الصحة الدولية. نعم، فهذه طبعا دكتور جهود أكيد مش جهود فرق عمل تعمل على خدمة كبار المواطنين. دكتور إذا قلنا الحين التوعية بهذه الجهود، وإنت ذكرت لدينا أكثر من أو يمكن 600 زيارة منزلية، فهاي كلهم هسه 600 زيارة منزلية لكبار المواطنين دكتور، ولا بشكل عام العدد هذا؟ لا هو طبعا زي ما قلت حضرتك احنا بنعمل كجزء من برنامج الزيارات المنزلية في الرعاية الأولية لهيئة صحة دبي. يعني هيئة صحة دبي ليها برنامج زيارات منزلية، هو المظلة الكبيرة احنا جزء من هذه المظلة، لكن طبعا لان معظم اللي بيحتاج رعاية منزلية هم كبار السن، فاحنا بنغطي حوالي 3/4 العدد ده، فهو العدد اللي بتزوره هيئة الصحة المراكز الصحية اكتر من كده، بس احنا بنزور كل المراكز زي ما قلت حضرتك لغايه حتى، وتقريبا بيقول العدد احنا يمثل في التقريب 3/4 كل المستفيدين، لكن في ناس اصغر من في السن، يعني ناس لا قدر الله مثلا حصلت لهم اعاقه نتيجه حادث وكان ملزم استرش مدى الحياه او عنده اعاقه من وقت الطفوله، دي بتزورها المراكز الصحيه. كل مركز صحي بيزور المرضى دولت اللي في نطاق المنطقه الجغرافيه بتاعته. نعم، فدكتورة نصيحة أخيرة تقدمها للمستمعين في هذا المجال. احنا حضرتك البرنامج بتاعنا بيهدف إلى زي ما قلت حضرتك هو استقرار الحالة الصحية، وليس مجرد تقديم خدمات يعني تلطيفية زي ما هو يعني مجرد استمرار المرض. فاحنا دايما حضرتك لما بنروح للمنازل بنحب نقابل الأهل عشان نتناقش منهم في الحالة الصحية والخطة المستقبلية زي ما قلنا لاستقرار الحالة الصحية لتحسين الأداء. احنا مش مجرد بنروح بس علشان نكتب أدوية نكمل أدوية اللي ممكن تكتب في مراكز صحية عادي وبالتليفون بكل مواطن، لكن احنا حضرتك في حتى عيادة ذكية دلوقتي عمل الطب المسلم، لكن احنا يهمنا حضرتك دايما طبيبك وزيارة فريق العمل يكون فيها مناقشة مع الأسرة علشان يكون حاطين أهداف مع على 6 شهور سنة ازاي نحسن الحالة العادية من غير وجود أهل. طبعا يعني هم الأهل ده عنصر مهم جدا، من غيره بتبقى للأسف بتبقى هي محافظة على الصحة فقط على الوضع الحالي، لكن بإذن الله لو كان في وعي إن إحنا الأهل دول يفهموا الحالة الصحية ويحطوا أهداف مع فريق العمل
طبعا بالحالة الصحية تبقى أحسن وفي تحسن عن الاستقرار في الحال. نعم، فأنت مثل ما ذكرت دكتور تامر أيضا تقدمون لهم المهارات التمريضية والحوار اللي هو أهم شيء ممكن أن يفيد كبار المواطنين، الحوار معاكم أنتو كجهة طبية ومع الأهل اللي هم متواجدين 24 ساعة في البيت مع الشخص هذا الكبير في السن. فالخدمات دكتور اللي تقدمونها بشكل عام خدمات جدا قيمة، شاكرين لك طبعا دكتور، وشاكرين لفريق عملكم كل هذه الجهود المبذولة. أنا أدري دكتور اليوم أيضا كان عندك زيارة، أتمنى ما أطول عليك وأيضا تستكملون هذه الزيارات المنزلية، فجهودكم دكتور المبذولة مشكورين عليها، لأن نحن نعرف أن هاي فيها خروج من مقر العمل والذهاب إلى البيوت والالتقاء بالأهالي خاصة في ظل الظروف هذه. فنحن نشكر لكم ونقدم الشكر أيضا لفريق العمل معاك دكتور تامر على أن نلتقي معاك إن شاء الله في مرات أخرى وتحدثنا أكثر عن هذه الخدمات، ونبقى تعرفنا المرة الجاية إن شاء الله دكتور عن العيادة الذكية لكبار السن، لأن احنا دائما برنامج صحة وسعادة نحاول نعرف المستمعين على الجهود المقدمة أو الأشياء اللي ممكن هم ما يعرفونها وموجودة في هيئة الصحة في دبي من خدمات نقدمها للمجتمع. فشكرا لك دكتور. عفو حضرتك، وتمنياتي بالصحة والسعادة لكل المستمعين. شكرا لك. أعزائي المستمعين، جهود طبعا خدمات الرعاية الصحية مميزة اللي تقدمها لأفراد المجتمع مثل ما ذكر الدكتور، هذه الخدمات في متناول يد أفراد المجتمع، مجرد أنكم تأخذون دائما للرعاية الصحية الأولية يتطلب دائما أنكم تأخذون موعد مسبق، يمكنكم أخذ موعد مسبق لمراكز الرعاية الصحية الأولية وبعدها تتجهون ل خدمات الزيارات المنزلية، تسألون الطبيب كيف ممكن أنكم تستفيدون من هاي الخدمة، وإن شاء الله ما بيقصرون معاكم، لأن أنا دائما يوم أتصل في الدكتور ما شاء الله عليه عنده زيارات منزلية بشكل مستمر، فهاي خدمات بتفيدكم، بتفيد كبار السن الموجودين عندكم في البيت. فإذا أنتم حابين تحصلون عليها يمكنكم اتجاه إلى المراكز الصحية القريبة منكم. وبهذا أعزائي المستمعين أحب أيضا أني قبل ختام برنامج صحة وسعادة لليوم أني أذكركم بأن دائما يمكنكم التواصل معنا ويمكنكم الأخذ بجميع المعلومات المتوفرة في هيئة الصحة بدبي من مراكز صحية وغيرها عن طريق DHA_Dubai. وأيضا نحن الآن في حملة التطعيم ضد الإنفلونزا، يمكنكم أيضا الاتجاه وأخذ يعني التوجه وأخذ موعد للقاح الإنفلونزا، لأن لقاح الإنفلونزا مثل ما ذكرت الدكتورة هند العوضي ممكن أنه يقيكم من أعراض الإنفلونزا الحادة بما أن هذا هو موسم طبعا الإنفلونزا. وكذلك أيضا لدينا عيادة ما بعد الإصابة بكوفيد، فالأشخاص اللي أصابوا بكوفيد وما زالوا يعانون من أمراض تنفسية، عندهم مشاكل تنفسية لما بعد الإصابة بكوفيد 19، يمكنهم أيضا التوجه إلى عيادة ما بعد الإصابة بكوفيد المتوفرة في مركز البرش الصحي ومركز ند الحمر الصحي، وهذا طبعا عن طريق الحصول على موعد على الرقم 800342. فإذا كنتوا تعانون من مشاكل تنفسية لما بعد الإصابة بكوفيد يمكنكم التوجه لهذين المركزين الصحيين اللي هو مركز البرش الصحي ومركز ند الحمر الصحي. وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، حلقة برنامج صحة وسعادة. حبينا نذكركم أعزائي المستمعين بأن هناك 3 أيام قليلة تفصل دبي عن الترحيب بالعالم في إكسبو 2020. نحن مستعدين ودبي على أتم الاستعداد لإبهار العالم. نتمنى منكم أعزائي المستمعين زيارة إكسبو 2020. كلنا إكسبو، سنقوم بالمشاركة بهذا الوسم، وأيضا
المشاركة في إكسبو 2020، يعني هاي تعتبر أقل ما نقدمه للوطن زيارة جميع الأجنحة. أنا صراحة متحمسة جدا وبانتظار طبعا الأطباء يشاركوني هذا الحماس في حلقة الغد، وإن شاء الله أيضا بنغطي لكم في حلقات برنامج صحة وسعادة خدمات هيئة الصحة في دبي في إكسبو 2020. فإن شاء الله نحن مستعدين للحدث الأكبر اللي سيضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج مخرجنا المبدع سعيد المر، وكنت معاكم أنا في التقديم آمنة آل علي، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة.